10 سنوات. لذا تكلم السيد رئيس الجمهورية على أنه 2027 سنة 2027 ستكون سنة مفصلية، لأنه راح يكون نشوفوا الإنتاج تاع كارج بلاد، إنتاج تاع منجم الفوسفات في بلاد الهدبة في تبسة، إنتاج تاع كذلك أميزور في بجاية بالنسبة للألمنيوم والزنك. نتكلم على أتربة نادرة اللي موجودة في الصحراء الجزائرية. لأول مرة اليوم الجزائر لحقت إلى الاكتفاء الذاتي من مادتي الحديد والصلب والكلينكر والإسمنت، وأصبحنا نصدرها إلى أمريكا وإلى يعني إفريقيا والدول العربية. الجزائر دخلت إلى مجموعة القارية للتبادل الحر الإفريقي، يعني علاقات متميزة مع كبريات الدول العالمية، الصين، تركيا، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي. اليوم شفنا شركات أمريكية دخلت إلى الصحراء الجزائرية ووافقت مع قانون المحروقات الجديد اللي أقره السيد رئيس الجمهورية أن تكون هناك يعني اكتشافات جديدة. نتكلم على أكثر من 30 اكتشاف جديد.